بالنسبة للبروتيز دي جنو اللي هي مفصل اصطناعي للركبة، نعرف الكل أن الركبة يصير فيها احتكاك كما نشوفه هنا، هذه الركبة ويصير فيها احتكاك ما بين العظام الفوقاني واللوطاني، يعطيك الوجيعة ويتحرك في المراحل الأولانية متاع المرض. تعرفوا اللي الدواء يكون دويات ولا زرارق ومساج، في مرحله متقدمه وقت اللي المريض يولي ما عادش نجم يتحرك بالكدا نعملوا له اكل بروتيز. هي في الحقيقه مش بروتيز، هي غلاف، هي غلاف للركبه، معناها نجيو لك الكارتيلاج القروش اللي تهرى ونجيو نغلفوه باله اصطناعيه فيها بارتي تركب من الفوق من هنا وبارتي تركب من اللوطه باش يوليو مقابلين بعضهم ورطب ويعوضوا القروش اللي تهرى. والطريقه هذه تصير وقت اللي المرض يبدا متقدم ياسر وتعطي نتيجه ممتازه. بالطبيعة تطلب شوية راحة وتطلب مساج، لكن النتيجة متاعها ممتازة وفي تونس توا قاعدة تتطور ياسر، ولينا احنا من الدول المتقدمة في العلاج بالطريقة هذه متاع البروتيز. ماهيش بروتيز كما الناس يتصوروا انه باش نقصوا عظم برشا من الفوق ومن اللوطة، لا، هي غلاف يركب كما واحد يكون يمشي حفيان ونلبسوه صباط، يولي كيمشي بالصباط يولي ما عندوش وجاعة في سقيه.